السلام عليكم ورحمة الله سينيورتو، بنكمل مع بعض سلسلة حل أسئلة المعاصر 2022. هنحل النهاردة على Lesson 2 Unit 4. هنفهم الأسئلة بداية من سؤال نمبر 1 لحد 24. هنفهم الأسئلة كويس وهنقول تركات كتير تساعدك في الحل. ما تنساش قبل ما تشوف الأسئلة تشوف الشرح. الشرح هسيبهولك في الوصف، قائمة تشغيل خاصة بشرح وحل أسئلة المعاصر 2021. شوفها بعدين، تعالى خلي معايا 2022. يا ريت تعمل متابعة على صفحتي على فيسبوك Have Fun with Biology وتحمل المذكرة، هتساعدك كتير. ولو مستفيد تعمل لايك واشتراك للقناة. هو الكيدني بتاعتنا بنشوف 1 مليون of nephrons، في مليون وحدة وظيفية زي دي اسمها نيفرونز، موجودة in each kidney في كل كلي. وظيفتها انها تعمل purification، تنقية للبلد من ايه؟ اليوريا واليوريك اسيد اللي اسمها نيتروجينس ويستس، فضلات نيتروجينية، اكسس سولت، اكسس ووتر. بيدخل البلد الكيدني هنا من الرينال ارتري. جوه الكيدني بيحصل له purification. مين اللي بيعمل ده؟ النيفرونز الكتير اللي موجودة في كل كلية. بعد كده بيخرج البلد هنا من الرينال فين after purification، بعد التنقية، لين خالي من أي ويستس أو فضلات. أما الويستس اليوريا واليوريك أسيد أو مكونات اليورين، الفضلات اللي قلنا عليها، بتاخد الطريق ده، طريق اليورين. بعدين expelled outside the body، بتخرج برا الجسم through بقى من خلال بتكمل اليورينري سيستم. والنفرون بتتكون من جزء منتفخ كده، او تحديدا هنقول على النفرون انها بتتكون من تيوبيول انيدبات. بتبتدي التيوبيول بجزء منتفخ كده شبه الكب شيب، بنقول عليه بومنس كابسول. بعد كده بتتكمل تاخد شكل الانيببة او التيوبيول، بس كده. طيب تعالوا نفردها هنا عشان نفهمها أكتر. ده أول جزء من النفرون اللي بنقول عليه البومنس كابسول، وده الجزء الثاني من النفرون بنقول عليه نفريك تيوبيول، وبنقسمه لفيرست كول تيوبيول، أول جزء ملتف من الأنيببة. بعدين لوب فانل بتاخد شكل اللوب أو حرف اليو. بعدين السكند كول تيوبيول، الجزء الملتوي الثاني من الأنيببة أو النفريك تيوبيول. بيسألك هنا which of the following isn't from the components of nephric tubule. قلنا first coiled tubule معانا، second coiled tubule معانا، loop of Henle، كل دي من ضمن مكونات أو components النفريك تيوبيول، الجزء من النفرون كلها يعتبر. isn't from حاجة مش من ضمن مكونات النفريك تيوبيول هي glomerulus. glomerulus عبارة عن ايه؟ بيدخل هنا الرينال ارتري بالشكل ده، بيدخل جوه البومنس كابسول، بيقعد يتفرع لبلاد كابلاري، شعيرات دموية كتير بتعمل كوم من البلاد كابلاريز، من الشعيرات الدموية. الكومة دي بنسميها جلوميرولس. بعدين بتتجمع تاني البلاد كابلاريز وتخرج من البومنس كابسول بالشكل ده. الكومة دي قلنا اسمها glomerulus، ودي مش من ضمن مكونات النفريك تيوبيول. بتعمل ايه ويحصل ايه من خلالها؟ هنشوف ده بعدين. هنشرح حاجة صغيرة مع بعض، هي اليورين اكستراكشن او استخلاص اليورين. طب هو اصلا اليورين بيتكون من ايه؟ اكسس ووتر المية الزيادة، اكسس سولت الاملاح الزيادة، اكسس جلوكوز جلوكوز زيادة، اكسس مينرالز، اكسس فيتامينز، وكمان الويستس الفضلات، تحديدا النيتروجينس ويستس اليوريا واليوريك اسيد، كل دي مكونات اليورين. ازاي بقى بيتم استخلاص اليورين ده من البلط؟ بيدخل زي ما اتفقنا جوه الكيدني رينال ارتري اللي متفرع من الشريان الرئيسي الاورطة. والرينال ارتري يدخل الكيدني يتفرع لفروع كتير. عندك هنا اهو
رينال ارتري برانش، ده فرع من رينال ارتري. تعالى معايا كده، الفرع ده دخل جوه البومنس كابسول وابتدى يتفرع لبلاد كابلاريز، فروع كتير كونت كوما كده. هنا بقى تحديدا في المنطقة دي هتحصل بروسيس مهمة، وهي الفلتريشن أو عملية الفلترة. اللي داخل جوه الموجود في البلاد كابلاريز دي بلاد. طب البلاد بيتكون من ايه؟ بيتكون من بلازما. البلازما دي مكون سائل، يعني عبارة عن ووتر، مية طيب فيها سولتس أملاح، وطبعا موجود فيها اليوريا واليوريك أسيد الفضلات والجلوكوز والفيتامينز والمينرالز، يعني هي مية دايب فيها كل ده. دي البلازما. والدم كمان بيتكون من ريد بلاد سيل، وايت بلاد سيل، بليتلتس، وكمان بروتينز دايبة في البلازما. اللي هيحصله فلتريشن أو ترشيح، يعني اللي هيعدي من البلاد كابلاريز دي وينزل في البومنس كابسول هو ايه؟ اكيد طبعا البلازما، المكون السائل للدم، يعني هيعدي الووتر والسولت واليوريا واليوريك اسيد والجلوكوز وكل مكونات البلازما. قدرت انها تعدي او كان باس تعدي من خلال الفورس الفتحات الموجوده في البلاد كابلاريز. لكن طبعا بديهي بالمنطق الخلايا الدم، ريد بلاد سيل، وايت بلاد سيل، بليتلتس، البروتينز اللي كانت دايبه في البلازما زي الفيبرينوجين، البيومين، جلوبيولين، كل دي بروتينز ما ينفعش تعدي من البورس بتاعت او الفتحات بتاعت البلاد كابلاريز. ركز بقى كويس مع بعض، يعني ايه رينال فلتريت؟ رينال فلتريت تيجي كتير في الاسئله المصطلح ده، هو السائل اللي حصل له ترشيح من مجموعه البلاد كابلاريز دي أو تصفية ونزل في البومنس كابسول. بيحتوي على إيه الرينال فلتريت؟ اللي هو بلازما الدم، يعني الووتر والسولت واليوريا، اليوريك أسيد، الجلوكوز، الفيتامينز، كل مكونات البلازما نزلت في البومنس كابسول. طب هل ده منطقي؟ معنى كده إن الجسم هيفقد البلازما أو حصل ترشيح للبلازما الدم كلها. أكيد في بروسيس تانية بعد الفلتريشن لازم تحصل، تعالوا نفهمها. رينال فلتريت اللي قلنا عليه هينزل في البومنس كابسول ويتنقل بقى أو يتحرك خلال النفريك تيوبيول، خليك معايا، ويمشي كده كده الرينال فلتريت أو كل مكونات البلازما بقى خلاص في اللوب فينل أو يعني في النفركتيبيول بشكل عام. عايزك تبص هنا، هنا بقى في الرينال أرتري برانش أو في فرع أو بلود فيزل خارج من البومنس كابسول. أنا ماليش دعوة بده، ده داخل واتفرع لبلود كابلاريس، بعدين بلود كابلاريس اتجمعت تاني وكونت فرع تاني خارج من البومنس كابسول. الفرع ده بقى سراوندز هيحيط بمين؟ بالنفريك تيوبيول، مش هيسيبها، ويفضل بقى يتفرع لفروع هو كمان، بعدين أوتريولز، بعدين بلاد كابلاريز. بلاد كابلاريز بقى تتجمع في شكل فينيولز، بعدين فين اسمه رينال فين. المهم شبكة البلاد كابلاريز اللي بتحيط بالنفريك تيوبيول دي بتعمل ايه؟ بتعمل بروسيس مهمة وهي ري ابزوربشن، اعادة امتصاص لمين؟ لاحتياج الجسم بقى، الووتر، السولت، الجلوكوز، المينرالز، النسب الثابته هترجعها تاني، ما عدا اليوريا واليوريك اسيد مش عايزينها، هنسيبها في النفرك تيوبيول. خلونا نحدد بقى هنا شويه حاجات مع بعض تساعدنا في الاسئله. اللي داخل من هنا يعني الرينال ارتري برانش اللي داخل البومنس كابسول ماله؟ المفروض ان بلاد امبيور غير نقي داخل عشان يحصل له تنقيه، يحتوي على ويستس فضلات يوريا ويوريك اسيد وميه زياده وصولت زياده واملاح زياده، يعني بلاد المفروض لازم يحصل تنقيه. طيب اما بقى اللي خارج الرينال فين ده اللي خارج من الكيدني، ده بقى بيور بلاد، يعني ما فيهوش اي فضلات بس يحتوي على الميه اللي محتاجها بس الجسم، السولت اللي الجسم بس محتاجها، الجلوكوز اللي الجسم محتاجه بس مش اكتر من كده. هنا بقى تعالوا نشوف ايه اللي موجود في النفريك تيوبيول افتر، بعد ما حصل ري ابزوربشن امتصاص
الموجود بقى مكونات اليورين، يعني الاكسس سولت والاكسس ووتر، ميه زياده والقمح زياده والجلوكوز زياده، اي حاجه زياده الجسم مش محتاجها، بلس كويستس الفضلات تحديدا اليوريا واليوريك اسيد. يدخل هنا بقى تحديدا اليورين ده او الفضلات دي بتروح عن حاجه اسمها كولكتنج داكت. ليه بنسميه كولكتنج داكت؟ لان زي ما انت شايف بتفتح الداكت ده كذا نفرون بتصب محتوياتها فيه. هتروح فين؟ تعالوا نشوف. الكولكتنج داكت ده بتجمع ازاي؟ او في كذا كولكتنج داكتس في الكدني الواحده كلهم بيودوا على حاجه اسمها يوريتر، واليوريتر ده زي ما انت شايف قناه بتودي على اليوريناري بلادر اللي بيحصل فيها ستورنج تخزين لليورين اللي بيخرج outside the body through urethra. How far these statements are correct؟ أول statement بتقول البومنس كابسول and second call it tubule are located in cortex. تعالوا نشوف هنا في الصورة واضحة قوي، دي البومنس كابسول وكمان السكند call it tubule موجودين في الكورتكس. هنا هيوضح لك أكتر، مش بس البومنس كابسول، ال first call it tubule وال second call it tubule كلهم موجودين في منطقة الكورتكس. أول statement right. هنا بقى ال selective reabsorption يقصد عملية ال reabsorption. ليه كلمة selective دي؟ عشان هنا الجسم بيختار احتياجه من السولتس الأملاح بقى والجلوكوز والمينرالز، الحاجات المعينة دي الجسم بيعمل لها reabsorption إعادة امتصاص، بيختار الكمية اللي هو محتاجها ويعمل لها إعادة امتصاص من النفرك تيوبيول، عشان كده بنسميها selective reabsorption. ما تنساش دي محتاجة ATP طاقة. بتحصل في الاثنين، بتحصل في البومنس كابسول وبتحصل كمان في السكند كولي تيوبيول، لا reabsorption بس بيحصل في النفرك تيوبيول. فأول statement correct والسكند is wrong. glomerulus، لو عملنا تي اس ان glomerulus يعني ايه؟ يعني مجموعة البلاد كابلاريز اللي موجودة في شكل الفنجاني او في الومنس كابسول. لو عملنا تي اس طبعا كده او كده اكيد هنعمل تي اس كمان في البلاد كابلاريز، وهنشوف كمان خلايا الدم منها الريد بلاد سيل اهي قدامك. لكن لو انا عملت تي اس في اجزاء تانية من النفرك تيوبيول، بيقول لك هنا دي تي اس ان ديفرنت بارتس ان نفرك تيوبيولز، يعني هنا مثلا او هنا او في البومنس كابسول نفسها، هل ممكن اشوف خلايا دم؟ لا طبعا، خلايا دم بس بتكون موجودة في الجلوميرولوس، مجموعة البلاد كابلاريز اللي موجودة في شكل الفنجان. يعني هناخد choice A. What is the similarity between pulmonary capsule and lobophenyl in healthy person؟ شخص ما عندوش أي مشاكل مرضية. تعالوا نشوف يا ترى process that occur in each of them. لا، البومنس كابسول اهي بتحصل فيها عملية الفلتريشن، لما اللوب فانل بيحصل فيه عملية reabsorption اعادة الامتصاص اللي قلنا عليه. location of each one in the kidney. تعالى نشوف هنا بالظبط الكيدني البومنس كابسول موجودة في الكورتكس، لكن اللوب فانل موجود في منطقة الميدالة. percentage of glucose in each one of them. ركز بقى في الحتة دي، الجلوكوز هنا تركيزه هيكون أكتر من اللوب فانل. ليه؟ لأن هنا ما تنساش حصل reabsorption أو إعادة امتصاص لاحتياج الجسم من الجلوكوز، واللي فضل هنا بس نسبة صغيرة اللي هي زيادة عن احتياج الجسم. أما في البومنس كابسول الجلوكوز اللي في البلازما كله نزل، وومنس كابسول الجلوكوز اكتر، كل الجلوكوز اللي في البلازما نزل، بعدين اتحرك 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 وجينا عند لوب فانل حصل اعاده امتصاص للجلوكوز الزياده، يعني الجلوكوز احتياج اعاده امتصاص لاحتياج الجسم من الجلوكوز، وفضل هنا شويه صغيرين اللي هم الزياده عن احتياج الجسم، يبقى نسبه الجلوكوز في وومنس كابسول بيكون اكتر. presence of urea in each one of them، هم شبه بعض كده.
نقول إن a woman's capsule و loop of Hennel similar متشابهين in the presence of urea in each of them. بمعنى حصل filtration أو ترشيح لليوريا في ال woman's capsule، اليوريا واليوريك أسيد والفضلات، وطبعا اتحركت اتحركت كده كده لغاية ما وصلنا في اللوب اوف هانل، حصل إعادة امتصاص بس لاحتياج الجسم من الجلوكوز والسولت الأملاح المينرال الفيتامينز، وسيبنا اليوريا هنا ما جيناش جنبها والفضلات ما جيناش جنبها. يبقى نسبة اليوريا أو الفضلات عموما في البومنس كابسول هي نفس النسبة في اللوب اوف هانل. Reabsorption of all glucose molecules through nephric tubules، عملية إعادة امتصاص الجلوكوز. In healthy person، شخص ما عندوش أي مشاكل. The process دي بتحصل بأي طريقة. هختار ال active transport phenomenon. ليه بقى؟ لأنك بيحصل تقريبا من 1.2 ل 1.3 liters pass through two kidneys per minute، يعني من الكمية دي بس من الدم بيحصل لها تنقية كل دقيقة من الكليتين، يعني الكليتين بيدخل لهم الكمية دي من البلد كل دقيقة عشان يحصل البيورفيكيشن أو تنقية. وإنت تقريبا الدم كله في جسمك 6 لترز. بيحصل بقى ري أبزوربشن في النفريك تيوبيو، يعني الجلوكوز بقى إعادة امتصاص الجلوكوز من التركيز الأقل في النفريك تيوبيو، التركيز الأقل في النفريك تيوبيول للتركيز الأعلى في الجسم 6 لترز. يبقى البروسيس دي بتحصل بالأكتيف ترانسبورت، وطبعا ما تنساش بتحتاج ATP. طيب طبعا مش هنختار سيلكتيف بيرميابيليتي، هي سيلكتيف فعلا لكن مش هنختار دي لأن دي حاجة خاصة بالأيونز بس المينرالز. نختار أوسموزيس خالص لأن دي حاجة خاصة بالمية، هو بيسألك على الجلوكوز مولكيول. Which of the following doesn't occur when the renal filtrate passes through nephric tubules؟ زي ما قلت لك مهم قوي، renal filtrate اللي هو ايه اللي نازل ده، هو ده renal filtrate. ايه اللي نازل ده؟ كل مكونات البلازما، الووتر، البلازما بس، الووتر والسولت واليوريا واليوريك اسيد، فضلات معينة، جلوكوز، مينرالز، كل حاجة موجودة في البلازما. طب مين اللي فوق هنا مش بينزل؟ الريد بلاد سيل والوايت بلاد سيلز والبروتينات وكده، يعني خلايا الدم والبروتينز بيفضل فوق مش بينزل، موجود هنا في البلاد كابلاريز. طب مين اللي نازل؟ ده رينال فلتريت اللي بيتكون من ايه؟ من كل ده. بيقول لك كل ده هيحصل للرينال فلتريت اكسبت ما عدا، او اللي doesn't occur اللي ما بيحصلش مع رينال فلتريت. Restoring glucose again to the body، يعني بعد كده في النفريك تيوبيول بيحصل إعادة امتصاص للجلوكوز، بقى الجلوكوز ده بيحصل له reabsorption، صح مش هاخدها. restoring required salts، بيحصل إعادة امتصاص لاحتياج الجسم من الأملاح، صح بيحصل. restoring water required for the body vital process، بيحصل كمان إعادة امتصاص لاحتياج الجسم من المية. restoring the body to some amino acid and converting the excess amount to urea، ده مش بيحصل. اولا ما بيحصلش اعادة امتصاص للامينو اسيد، هي اصلا ما فيش هنا امينو اسيد، ولو في امينو اسيد اصلا ما مش بيحصل لها تصفية لانها مش ممكن تعدي من البورس بتاعت البلاد كابلاريز. Which of the following the human kidney can't get rid of in normal cases؟ الكدني في النورمال كيسز او حالتها الطبيعيه ما تقدرش تتخلص من ايه؟ اكسس سولت ان بودي، لا تتخلص من الاكسس سولت. يوريا او يوريك اسيد او اي فضلات بتتخلص منها، خصوصا اليوريا واليوريك اسيد النيتروجينس ويستس. اكسس ووتر بتتخلص منها، كل ده مكونات من ضمن مكونات اليورين. اكسس بروتين ان ذا بلاد، طبعا ما تقدرش تتخلص من البروتين الزياده، هو لو في بروتين في البلاد كابلاريز او امينو اسيد هينفع اصلا باز او يعدي او يتفلتر وينزل في البومنس كابسول؟ لا مش هيعدي من البورس اللي موجوده في البلاد كابلاريز اللي موجوده هنا، فهنختار تشويز A. At which point the highest concentration of glucose present، ركز مع بعض، اعلى تركيز للجلوكوز هيكون فين؟ انا هختار تركيز Z. ليه بقى؟
احنا قايلين ان الجلوكوز بيحصل له absorption او reabsorption، اعادة امتصاص بالاكتيف ترانسبورت من التركيز القليل او الصغير في النفرك تيوبيول للتركيز الاعلى في الجسم. يبقى التركيز القليل هيكون في نفرك تيوبيول، والتركيز اعلى تركيز للجلوكوز هيكون في زي، فهختار الشايز بي. Which of the following isn't found in part X in normal conditions؟ اللي مش موجود في بارت اكس في نورمال كونديشنز، شخص ما عندوش مشاكل، اكس دي البومس كابسول اكيد مش ممكن يكون موجود فيها اي بروتينات. لو الشخص ده سليم هيحصل ترشيح بس لبلازما الدم، مكونات البلازما السائله والفضلات، لكن البروتين بتفضل فوق، فاللي مش هيكون موجود البروتينز زي الهيموجلوبين، ده بروتين موجود على الريد بلاد سيلز، لكن الجلوكوز اليوريا والووتر هيحصل لها ترشيح وهتنزل طبعا في البومنس كابسول بارت اكس. Highest concentration of salts، اعلى تركيز للاملاح او الفضلات او اليوريا او اليوريك اسيد بيكون في البارت اتش. ليه بقى؟ اتش ده بيمثل الكولكتنج داكت، يعني مكان او داكت بتفتح فيه نفرونز كتير كلها بتصب محتوياتها في الكولكتنج داكت، وبالتالي بارت اتش ده بيكون اعلى تركيز من السولتس الاملاح، اليوريا، اليوريك اسيد، نيتروجينس ويستس. Which of the following parts contains a liquid that's similar شبه to blood plasma without proteins، من غير البروتين؟ بارت من هنا بيكون بيشبه او عنده ليكويد نفس الليكويد بتاع البلاد بلازما من غير بروتين، اكيد طبعا البارت اكس البومنس كابسول اللي حصل لها فلتريشن لكل البلازما من البلاد كابلاريز دي او قومه البلاد كابلاريز دي لجوه البومنس كابسول. بارت اكس ده بيحتوي على كل مكونات البلازما اكسبت ما عدا البروتين بارت اكس بومنس كابسول. Which of the following passes to بومنس كابسول، اللي ممكن يعدي للبومنس كابسول؟ تعالوا نشوف الاختيارات. طبعا قلنا هيعدي الميه والسولت اليوريا اليوريك اسيد كل مكونات البلازما، مش ممكن يعدي الفابرونوجين لان ده بروتين ده في البلازما، فيروكسين ده بروتين او هرمون بيتكون من بروتين مش ممكن يعدي، انسولين بروتين كمان مش ممكن يعدي، ممكن الفيتامين سي لانها بيكون موجود في البلازما باس يعدي من هنا مجموعه البلاد كابلاريز دي للبومنس كابسول. النورمال كيسز، في الحالات الطبيعيه شخص سليم ما عندوش مشاكل، percentage of protein، نسبة البروتين renal artery، فين renal artery؟ ده branch من renal artery داخل النفرون، هي نفس نسبة البروتين في renal vein، فين renal vein؟ ده أهو اللي خارج من النفرون أو الكدني بعد التنقية. اللي بيحصل إيه؟ إن renal artery بيدخل البومنس كابسول، بعدين بتتفرع لفروع كتير كده تكون مجموعة بلاد كابلاريز اللي بينزل بس هي مكونات البلازما، ووتر، سولت، يوريا، يوريك أسيد، كل حاجة موجودة في البلازما. اللي هيفضل فوق مين أو في البلاد كابلاريز دي إيه؟ هي خلايا الدم وأي بروتين. هتتحرك خلايا الدم والبروتين مع رينال أرتري تاني اللي خارج من البومنس كابسول، هيحيط بقى كده كده بالنفرك تيوبيولز وهيتفرع على arterioles، بعدين blood capillaries، blood capillaries تتجمع تاني تكون venules، تتجمع تكون vein اللي بيحتوي على نفس نسبة البروتين. يبقى البروتين في renal artery اللي داخل هي نفس نسبة البروتينات وخلايا الدم في ال renal vein اللي خارج، لأن ما حصلهاش تصفية ما عدتش للنفرك tubules، هي نفس النسبة ما جيناش جنبها. أمال التصفية حصلت فين؟ التصفية أو الفلتريشن حصل للبلازما أو مكونات البلازما. الشكل اللي قدامنا بيمثل part أو جزء من اليوريناري سيستم، طبعا ده الكدني، وطبعا البلاد فازل اكس ده هو هو الرينال ارتري، رينال ارتري يعني البلاد اللي المفروض عايز يحصل له بيوريفيكيشن او تنقية. واي ده هو الرينال فين، البلاد افتر بيوريفيكيشن بعد التنقية. طبعا زي دي هي اللي من خلالها اليورين باس او ترانسبورت بتنقل اليورين.
اليورين اللي بيحتوي على الاكسس صوت الاملاح الزائد عن احتياج الجسم، الاكسس ووتر، نيتروجينس ويستس، يوريا، يوريك اسيد، و سمول اماونت اوف جلوكوز، يعني نسبه صغيره جدا من الجلوكوز الزايده عن احتياج الجسم. خد بالك، لو كان الشخص ده healthy person، يعني شخص سليم ما عندوش مشاكل زي ما بيقول، هتكون نسبة الجلوكوز في اليورين أو تحديدا في البارت زيادة صغيرة جدا لا تذكر. لكن لو الشخص ده دايابيتيك مريض سكر، بتكون نسبة بقى الجلوكوز في زي أو تحديدا في اليورين بتكون نسبة عالية جدا، ودي من ضمن التحاليل اللي بتثبت إن الشخص ده دايابيتيك. المهم هو بيسألني ايه هي البارتس اللي بتنقل الجلوكوز، مين اللي بينقل الجلوكوز؟ طبعا اكس كان فيه جلوكوز في البلازما، الدم اللي داخل، وواي ده الدم اللي خارج فيه تقريبا نفس نسبة الجلوكوز اللي في البلازما او اقل شوية صغيرين، لان ممكن يكون الزيادة خرج في زي. فانا عندي اكس وواي هي اللي موجود فيهم الجلوكوز بنسبة اكبر، مش هاخد زي او هستبعدها لان الشخص healthy person يعني سليم ما عندوش مشاكل. فالادق ان انا اخد اكس واي، ودول التو بارتس اللي بيكون فيهم الجلوكوز بنسبه اكبر. هنا بقى comparing structure x، structure x اللي هو renal artery، يعني بالنسبه او مقارنه بال renal artery او structure x. ال structure y اللي هو renal vein ماله؟ هقول contains بيحتوي على lower concentration of urea، نسبة أقل من اليوريا أو اليوريك أسيد أو النيتروجينس ويستس، أي حاجة من التلاتة. ليه؟ البلد هنا دخل يحتوي على نسبة من نسبة عالية من اليوريا واليوريك أسيد، هنا بقى في الكدني حصل purification أو تنقية وخرج الدم هنا من الرينال فين بنسبة أقل جدا أو نسبة صغيرة من اليوريا واليوريك أسيد. أمال هي راحت فين؟ نزلت في اليوريتر، او المفروض انها تخرج بره الجسم او في بارت زي. يبقى واي ده رينال فين، البلد كلين في نسبه اقل بكتير من اليوريا واليوريك اسيد بالنسبه لبارت اكس. البروتين بقى ما جيناش جنبه خالص. ليه؟ لان نسبه البروتين في البارت اكس رينال ارتري هي نفس نسبه البروتين في الرينال فين، لانها ما بتعديش من البورس اللي في البلد كابلاريز اللي جوه النفرونس. When percentage of glucose in renal artery، البلد اللي داخل عشان يحصله purification is much higher than، أعلى بكتير من نسبة الجلوكوز in renal vein، البلد اللي خارج after purification بعد التنقية. فبيقول لك ال disturbance، الاضطراب هنا المشكلة فين؟ المفروض إن نسبة الجلوكوز في البلازما بتاعة الرينال ارتري البلد الداخل بتكون قريبة من نسبة الجلوكوز في البلد الخارج، ولو كانت النسبة في الرينال ارتري أعلى ما بتكونش أعلى بكتير من الرينال فين، يعني بيدخل الدم الكدني عشان يحصل له بيوريفيكيشن، بيطلع الدم بنفس مكوناته ما عدا الفضلات اليوريا واليوريك أسيد بتنزل بس في اليوريتر، وبينزل معاها الاكسس صوت الميه الزياده الاملاح الزياده ونسبه صغيره جدا من الجلوكوز. المهم المفروض ان رينال ارتري يكون بيحتوي على نسبه من الجلوكوز مش اعلى بكتير من الرينال فين. طيب الديستربنس الاضطراب هنا فين؟ في الكولكتنج داكت؟ لا، الكولكتنج داكت بعيد عن الموضوع. احنا بنتكلم عن الرينال ارتري هنا، نسبة الجلوكوز في الرينال ارتري هنا اعلى من الرينال فين. الجلوميرولس مجموعة البلاد كابلاريز اللي موجودة في البومنس كابسول، ولا البومنس كابسول نفسها، ولا النفرك تيوبيول؟ بقول النفرك تيوبيول اللي بيحصل فيها ري ابزوربشن او اعادة امتصاص لكل مكونات البلازما. شايفين مجموعة البلاد كابلاريز اللي سراوندز بتحيط بالنفرك تيوبيول دي بتعمل ايه؟ بتعمل ري ابزوربشن، اعاده امتصاص. فحصل هنا بقى دلوقتي اعاده امتصاص لكل مكونات البلازما اكسبت الجلوكوز، وبالتالي خرج الجلوكوز هنا من الرينال فين، او خرج البلازما او الدم من الرينال فين
بنسبة صغيرة جدا من الجلوكوز لأن ما حصلوش ريأبسوربشن، فضل هنا في النفرج تيوبيول وهيخرج بره الجسم مع اليورين. يبقى المشكلة فين؟ في ريأبسوربشن، إعادة الامتصاص اللي بتحصل في النفرج تيوبيول. The following table illustrates some components of urine for four people who have the same age and weight in August. التيبل اللي قدامنا بيوضح أربع عينات لأربع أشخاص، عينات يورين عندهم نفس الوزن ونفس العمر. عينة اليورين دي اتاخدت في وقت من السنة in August شهر 8، لاحظ درجة الحرارة بتكون عالية. تتوقع مين فيهم الشخص اللي بيكون واكل وجبة legume rich meal، وجبة غنية بالبقوليات؟ هندور على الشخص دلوقتي اللي المفروض يكون واكل وجبة غنية بالبروتينات. بروتين يعني المفروض إن اليورين هيكون بيحتوي على نسبة عالية من اليوريا واليوريك أسيد اللي هي produced بتيجي من degeneration البروتين. فاحنا دلوقتي هندور على الشخص أو البيرسون ده بيكون في اليورين نسبة عالية من اليوريا واليوريك أسيد، يعني كان فاضل ما بين A and B. خد بالك بقى بيقول لك إن السامبل دي اتاخدت in August، الوقت ده بتكون درجة الحرارة عالية، وما تنساش إن هنا الجسم بيفقد كمية كبيرة من المية الزيادة في شكل إيه؟ شكل sweating، يعني هيكون في تعرق. هيفقد الجسم كمية كبيرة من المية في شكل sweating، وبالتالي كمية المية اللي هتكون في اليورين صغيرة. يحصل إمتى عند ارتفاع درجة الحرارة؟ هنا بيقول لك في أوجست. خلينا ناخد choice B. Which of the following structures the blood enters and exits from it as oxygenated blood؟ طبعا هنقول على طول ده بيحصل في البومنز كابسول. تعال بص كده معايا، بيدخل هنا برانش من رينال ارتري، ارتري يعني اكسجينيتد، داخل هنا اهو اكسجينيتد. فرع الفروع كتير، مجموعه من البلاد كابلاريز اللي بنسميها جلوميرولس اتجمعت تاني بقى بعد ما حصل فلتريشن ونزلت مكونات البلازما في البومنز كابسول، جمعت البلاد كابلاريز وطلعت فرع تاني ارتري برضو اكسجينيتد، يعني دخل اكسجينيتد وطلع اكسجينيتد، وكونت البيزلز او الارتريولز التفرعات اللي هتحيط بالنفرك تيوبيول علشان يحصل ري ابزوربشن. المهم موضوعنا او سؤالنا، دخل اهو برانش من الرينال ارتري اكسجينيتد في البومنز كابسول وخرج منها كمان اكسجينيت. بيسألك هنا لو كان تركيز البروتينز اللارج سايز اللي حجمها كبير في البلازما، التركيز ده بيسألك بقى على اختيار يمثل النورمال كونسنتريشن تركيز البروتين في الرينال فلتريت. انا قلت لك يعني ايه في الاول الرينال فلتريت، ده الرينال فلتريت مكونات البلازما اللي ترشحت او نزلت من الجلوميرولس ونزلت في البومنس كابسول اسمها رينال فلتريت. نسبة البروتين فيها كام؟ طبعا زيرو، البروتين مش بتترشح ولا بتنزل ولا ينفع تعدي من الفورس الفتحات اللي في البلاد كابلاريز دي وتنزل في البومنس كابسول، ما ينفعش تنزل كده. طبعا نسبتها في الرينال فلتريت زيرو، وكمان طبعا نسبتها في اليورين زيرو، هي ما نزلتش ما ترشحتش اصلا، وبالتالي في اليورين هتكون زيرو. بيقول لك هنا الجلوكوز مولكيولز ري ابزوربت، حصل لها اعاده امتصاص. ما تنساش اعاده الامتصاص بيحصل من هنا في النفرك تيوبيول، البلاد كابلاريز دي هي اللي بتعمل ري ابزوربشن اعاده امتصاص، فالجلوكوز حصل له ري ابزوربشن اعاده امتصاص قبل ما الرينال فلتريت، يعني قبل ما البلازما اصلا اللي طبعا بتحتوي على جلوكوز يوصل للوب فينر. يعني بص كده ركز، الرينال فلتريت نزل كده او البلازما اترشحت ونزلت كده، عدت على الفيرست كولد تيوبيول، قبل ما توصل تحت للوب فينر حصل ري ابزوربشن اعاده امتصاص. يبقى حصل اعاده امتصاص الاول في اي جزء بالظبط؟ في الفيرست كولد تيوبيول. حصل اعاده امتصاص في الفيرست كولد تيوبيول قبل ما الرينال فلتريت يوصل لوب فينر. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان البورت ده عنده ميتوكوندريا كتير. علاقة الميتوكوندريا بالموضوع، ما هي ستور هاوس، ده البيت او المصنع اللي بيطلع لك
ATP، لأن زي ما قلنا البروسيس دي بتحتاج انرجي أو طاقة. أقول إن في هاي كونسنتريشن من الميتوكوندريا في الفيرست كواليتي تيوبيول. الشكل اللي قدامنا ده تيبل بيمثل كومبوننتس أو مكونات سائل معين في جسم شخص هيلثي، أكد كده على هيلثي أو شخص سليم ما عندوش مشاكل، دايما خد بالك. طيب يا ترى الليكويد ده موجود في أي بارت من الجسم؟ طيب تعال نشوف هنا الكومبوننت، بيقول لك إن الأمينو أسيد زيرو، يعني الليكويد ما فيهوش أمينو أسيد خالص ولا جلوكوز ولا بروتين، بس فيه نسبة من السولت واليورين. بديهي أنا مش هاخد الرينال آرتري ولا الرينال فين، لأن الرينال آرتري والفين دي جواهم بلود، والبلود أكيد هيكون فيه أمينو أسيد وهيكون فيه بروتين وأكيد هيكون فيه جلوكوز، لكن الليكويد اللي عندي بيقول لك إن الأمينو أسيد والجلوكوز والبروتين زيرو، فأنا هبعد عن إكس وزي، وكمان هبعد عن واي لأن واي ده برانش من الرينال فين مش هاخده، كمان هبعد عن واي. طبعا ده بديهي على طول الكومبوننتس اوف يورين، اليورين بيكون فيه نسبة عالية طبعا من الصوت وعالية جدا من اليوريا، واليورين ما فيش لا جلوكوز ولا بروتين ولا سوري لا امينو اسيد ولا بروتين ولا جلوكوز، او نسبة صغيرة جدا من الجلوكوز، لان الشخص ايه هيلثي سليم، فنسبة الجلوكوز بتكون ايه صغيرة جدا زي ما قلنا. What is the main function of kidney in human؟ الوظيفة الرئيسية للكدني في الهيومن إنها بتخلصك من اليوريا واليوريك أسيد والسولتس، ده كلام سليم ما فيهوش مشكلة. Getting rid of carbon dioxide and toxins، لا طبعا ملهاش دعوة بالكربون دايوكسيد خالص. Adjusting the human osmolatory، بتضبط الأسموزية بتاعة البلد، وهقولك يعني إيه دي دلوقتي. Getting rid of toxic substance، طبعا الاختيار ده أدق بكتير، بتخلصك من التوكسيك سبستانس اليوريا واليوريك اسيد، دي مواد سامه او نيتروجينس ويستس، لكنها مواد سامه لازم الجسم يتخلص منها. يعني ايه بتعمل ادجستنج للبلاد اوزمولاتري؟ يعني بتتحكم في قد ايه تركيز ميه في الجسم بيحتوي على قد ايه تركيز صوت، يعني في تركيز معين او حجم معين للميه في الجسم، لما بيزيد ده الكدني بتخلصك من الاكسترا او الزياده. في صوت املاح بنسبة معينة في الجسم، الزيادة الكدني بتخلصك منه، فكده بنقول إنها adjusting بتحكم blood osmolatory، فده أدق اختيار. On examining a urine sample، فحص عينة من اليورين، لو شخص لقينا في increase in albumin percentage، في نسبة عالية من الالبيومين، خد بالك الالبيومين ده بروتين، أنت متخيل؟ يعني بنفحص عينة اليورين لقينا نسبة عالية من الالبيومين أو البروتين، دي مشكلة. طب السبب هنا إيه بقى؟ السبب ان الالبيومين ده نزل مع الرينال فلتريت، المفروض ده ما يحصلش، البروتين ما يعديش من البورس بتاعت البلاد كابيلاريز دي، او ما يعديش من البورس بتاعت الجلوميرولس، لكن حصل ونزل الالبيومين، يبقى المشكله هنا فين بقى؟ ديستربنس اضطراب في البومنس كابسول فانكشن. طبعا لما ينزل هنا البروتين في الرينال فلتريت عمره ما هيحصل له ريابسوربشن اعاده امتصاص، لا فضل في النفريك تيوبيول، وبالتالي فضل في النفريك تيوبيول وبعدين خرج في الكولكتنج داكت مع اليورين، وظهرت النسبه في اليورين سامبل. سبب ايه؟ في عمليه الفلتريشن اللي حصلت في البومنس كابسول. هنا التيبل ده بيمثل تشويسز اختيارات، عايزين نختار تشويس يمثل برسنتج نسبه substances المواد اللي موجودة في urine of healthy person، شخص سليم. المفروض ال urine sample، عينة ال urine بتحتوي على ايه؟ A B C D. طبعا منتهى السهولة انا هروح على الاختيار اللي موجود فيه نسبة البروتين زيرو، بعدين هفكر بعد كده. اول خطوة بعملها او اول حاجة بوصلها ادور على البروتين يكون زيرو، بروتين في اليورين مفيش يورين بيحتوي على بروتين خالص، ولو بيحتوي على بروتين يبقى الشخص ده مش سليم او مش هيلث، هو قال سليم ما عندوش مشكله، يبقى اخترت على طول الاختيار ان البروتين فيه زيرو، مفيش غير اختيار سي يبقى هو ده الصح، هنكمل فيه طبعا. طبعا والجلوكوز زيرو تمام،
او ممكن يكون في نسبه صغيره جدا مش هيبقى فيها مشكله، لكن لو نسبه كبيره يبقى الشخص ده هيبقى مريض سكر على طول. نسبه عاليه اهي كمان من اليوريا، يبقى سامبل شاي سي. The body can get rid of the excess vitamin C. لو في زيادة في الجسم من الفيتامين سي الـ absorbed by small intestine يتخلص منها الجسم ازاي؟ Inhaled air هواء الزفير اللي خارج من النوز والماوث، ولا الـ bile juice ده كلام faces؟ لا طبعا البراز لا، بيخرج خلال اليورين. روح كده لمكونات اليورين. اليورين بيتكون من الاكسس سولت، ملح الزياده، الووتر الزياده، ولو في زياده من سبستانس زي الفيتامينز بتخرج مع اليورين. ركز في السؤال ده، لو عندنا شخص هيلثي بيرسون او شخص سليم ما عندوش مشكله، عايزين نعرف الشخص ده عنده نسبه امتى يكون عنده زياده في نسبه الميه في اليورين، حجم الميه في اليورين يكون كتير. طيب نعرفها ازاي؟ تعالوا نقرا كده. هتلود تمبريتشر، درجة الحرارة لما تكون منخفضة، تمام؟ درجة الحرارة منخفضة فأكيد مش هيفي سويتنج أو تعرق، فالمصدر الوحيد عشان الجسم يتخلص من المية الزيادة دي هي الكيدني، يتخلص منها عن طريق اليورين. هتلود تمبريتشر هو الأكتيفيتي بيعملها قليلة، ما بيعملش أكتيفيتي قاعد وشرب مية كتير، فوليوم أوف درانك ووتر. يبقى كل الميه اللي شربها دي هيتخلص منها عن طريق الكدني من خلال اليورين، وبالتالي حجم الميه في اليورين هيكون كبير. هو ده الفايز التاني. لو كانت درجة الحرارة منخفضة، عمل اكتيفيتي عالي ومشربش ميه كمان، يبقى هنا هيكون حجم الميه في اليورين منخفض. طب مش هناخد الفايز ده. بص بقى هنا عند ارتفاع درجات الحرارة في حاجة بقى بتحصل. high temperature الشخص ده مش بيعمل activity بس شرب مية كتير، المية الزيادة بقى دي اللي شربها at high temperature هنا السكن بتشتغل وبتخلص الجسم من المية الزيادة دي عن طريق التعرق، بالتالي هنا الكدني بقى مش هتلحق، هنا السكن هتخلص الجسم من drunk water كمية المية الكتيرة اللي شربها دي عن طريق التعرق مش اليورين، بالتالي مش هناخد كمان الفايز ده عشان كده ما خدناهوش. طيب كانت درجات الحرارة عالية، كان الشخص ده عمل اكتيفيتي عالي وما شربش ميه، يبقى هنا برضو هنقول نفس الكلام، عمل اكتيفيتي عالي at high temperature ممكن يكون فيه شوية sweating صغيرين بس هتكون كمية الميه في اليورين برضو مش كبيرة والسويتنج التعرق مش كتير، عشان كده برضو ما اخترناش التشويس ده. The amount of blood that's pumped by the heart and passes through two kidneys in one minute equals، دي نسبة ثابتة قلناها، يعني بيقول لك كمية الدم اللي بتضخ للكليتين في الدقيقة الواحدة 1.2 ل 1.3 لتر. الجراف اللي قدامنا بيمثل المفروض إنها عينة blood blood sample، بتمثل في البلد ده نسبة اليوريا في البلد شخص معين. after extracting استخلصنا العينة دي من الهيباتيك فين بتاعت person within day خلال يوم معين، يعني أخدنا عينة blood من هيباتيك فين لبيرسون في يوم أو خلال اليوم. الجراف بقى ده بيمثل إيه؟ أو عايز يقول إيه؟ ده تركيز اليوريا وهنا 20 ساعة، يعني خلال يوم. بعد أول 4 ساعات تركيز اليوريا كان 100 عالي جدا ونزل فجأة، بص بقى تقريبا 25، بدأ بعد 4 ساعات كمان بقى يقل تدريجيا بقى 20، قل شوية بعدين 7، خلال يوم نزل تركيز اليوريا فجأة. يبقى في اليوم ده الشخص ده كان بيعمل ايه؟ بيعمل artificial kidney treatment او بيعمل غسيل كالوري. انت بتعرفها ازاي؟ ال artificial kidney treatment دي بتحصل تقريبا يوم ويوم، يعني بنلاحظ مثلا هنا في اليوم ده، اليوم ده او اليوم مثلا
هنا بنلاحظ ان تركيز اليوريا بيبقى صغير جدا او قليل قوي، فالشخص في اليوم ده عمل ارتفيشال كيدني تريتمنت. اليوم الثاني طبعا ان الكيدني بتاعته مش شغاله، فتركيز اليوريا بيبقى عالي جدا. اليوم الثالث هنا بيعمل تاني ارتفيشال كيدني تريتمنت، فتركيز اليوريا بينزل وهكذا. فالجراف ده دايما بيقول ايه، او الشكل ده للجراف بيقول ايه، بيقول الشخص ده بيعمل ارتفيشال كيدني تريتمنت غسيل كلوي، زي ما انت شايف هنا علاقه ما بين تركيز اليوريا وهنا جايز الايام بيعمل العمليه دي او التريتمنت دي، يعني تقريبا يوم ويوم. الارتفيشال كيدني تريتمنت دي موجوده في فيديوهات الشرح، وهعيدها تاني وهكمل الأسئلة إن شاء الله في بارت 2.